السلام عليكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس حتى يصلك اشعار بالفيديو الجديد. تعليقك على الفيديو يشجعنا على تقديم المزيد. اشترك يصلك كل جديد. هل تواجه صعوبة باستعادة الحبيب؟ الابراج تعيده اليك. العلاقة الغرامية وعلاقة الحب تنتهي لسبب او لاخر، وبغالبية الحالات يكون السبب هو فقدان شرارة الحب وبريق الغرام الذي كان في بداية العلاقة. وبطبيعة الحال لا أحد يحب هذه النهاية، لأنها لا تكون سعيدة ولا مريحة لأي طرف من الطرفين. أحيانا ما تكون أسباب انتهاء العلاقة بين الشاب والفتاة لأسباب أساسية وجوهرية تم اكتشافها فيما بعد، كأن يكون أحد الطرفين شكاك أو متعصب أو بخيل أو لديه سلوك غير مناسب. وبالتالي فإن الحب يكون إما قد مات أو إن العلاقة مكتوب لها الفشل. وفي هذه الحالة الأفضل المضي قدما وعدم النظر إلى الخلف، وسيكون الوقت كفيل بأن يشفي كل الجروح. وبالتالي هذا الفيديو ليس موجه إليك، ولكن في بعض الأحيان فإن العلاقات تنتهي لأسباب بسيطة أو بسبب خلافات تافهة يمكن حلها بسهولة، أو قد يكون السبب هو شعور أحد الطرفين بأنه لم يصبح له أولوية بالنسبة للشريك، أو أن هناك تقصير من ناحية الاهتمام والمشاعر. لذلك وقبل فقدان السيطرة على مجريات الأمور ولاستعادة بريق الحب والأوقات الرومانسية مع الشريك، سنقدم لكم في هذا الفيديو الذي سيكون مختلف عن جميع الفيديوهات السابقة التي اطلعتم عليها سابقا. فأنا أعلم أن هنالك عشرات الفيديوهات التي تقدم لك النصائح المثالية لاستعادة الحبيب، ولعلك قمت بتجربتها ولكنها لم تنجح معك. لذا وقد حان الوقت للاستماع إلى نصيحة الأبراج التي ستقدم لك المقاربة المثالية لاستعادة حبك. برج الحمل. في حال كان الحبيب السابق من برج الحمل، فإن أفضل طريقة لإقناعه بالعودة إليك هي عدم محاولة إقناعه بذلك على الإطلاق. فبرج الحمل يقدر استقلاليته بشدة وعليه، فحتى لو كان يريد أن يكون معك فهو سيتصرف بشكل مناقض كليا حين تحاول استعادة حب. كما يضاف إلى ذلك واقع أنه برج يعشق الملاحقة، وبالتالي حين يشعر بأنك أنت من يقوم بالملاحقة فهو سيشتبك كليا من حساباته، وسيبحث عن متعة الملاحقة مع شريك آخر وحب آخر. لذلك ما عليك فعله هو الإدعاء بأن حياتك على خير ما يرام، وحتى ربما نشر شائعة أو شائعتين عن ارتباطك بشخص آخر، وبأن حياتك تسير بشكل مثالي من دونه. حينها سيشعر مولود الحمل بغيرة بعدها، وسيحاول كل ما بوسعه لاستعادتك، وذلك لأنه يشعر بأنه عليه أن يقوم بملاحقتك مجددا والمنافسة مع غيره من أجل الفوز بقلبك. أما إذا كان الخلاف سطحي وفي بدايته فعليك استرضاءه وطلب الصفح والاعتراف بخطأك تجاهه، ولا تحاول أبدا اتباع أساليب ملتوية وغير صريحة
للفت انتباهه، وعليك أن تعده بعدم تكرار الإساءة والالتزام بكلمتك، ولا تفعل ما يضايقه مجددا. ولكن انتبه، فإن عليك الاعتذار فور وقوع الإساءة، وإذا كانت الإساءة بالغة فعليك الاعتذار له أمام الناس كي يشعر باستعادة كرامته المهدورة. وفي النهاية، أعلم أنك تحب الشريك الصريح والواضح الذي لا يلف ولا يدور، بالإضافة إلى أنه ليس من هواة الانتظار وعدم الصبر قاتل بالنسبة إليه، وبأنه يكره عندما يخفي الشريك عنه أمرا ما. برج الثور. مع الثور لا يمكن على الإطلاق اعتماد الطريقة التي تم اعتمادها مع برج الحمل، بل يجب ملاحقته والاعتذار منه، والأهم هو الاعتراف بأنك مخطئ وبأنه كان على حق، حتى ولو كانت قناعاتك هي النقيض الكلي لما تقوله. هذا في حال كان هدفك هو استعادة حب. فمن المعلوم أن الثور من الأبراج التي تظن بأنها دائما على حق، وبما أنها أبراج عنيدة فهي لا يمكنها أن تعترف بأنها لم تكن كذلك، وعليه لا يمكنك ألا أن تقول له بأنه كان على حق، وبالتالي منحه ما يريده بالضبط. ولكن الأمر لا يتوقف هنا مع برج الثور، لأنه لا يؤمن بالكلمات بل يريد الأفعال. لذلك عليك إثبات بأنك تقصد تماما كل كلمة تم التفوه بها. ولكن فليكن بعلمك أن مواليد الثور هم الأشد عنادا بين جميع الأبراج الأخرى، وبالتالي فهم الأصعب في الاسترضاء. وإذا تبادلتم الإساءة عليكم التنازل والاعتراف بأنك الطرف المخطئ، طالما أنك تريد استعادة وده وشغفه وحبه. وعليك أيضا اتباع خطة تضمن لك الابتعاد عن أسباب الصراع في المستقبل. لكن اعلم أن عليك التنازل دائما إذا ما أردت الاستمرار معه في العلاقة. وفي النهاية، فإن اللطف في المعاملة هو أكثر ما يحب الشريك الثور، وأكثر ما يكرهه هو العدائية وعدم اللباقة في التعامل. الهدوء هو المسيطر الأكبر عليه، وفي حال لم يتصرف الشريك معه بطريقة حضرية لن يغض النظر عن ذلك ولن يسامح إطلاقا. برج الجوزاء. أسرع طريق إلى قلب الجوزاء هو من خلال المرح والفكاهة، ولكن ليس أي نوع من المزاح، بل الفكاهة المرتبطة بالذكريات التي جمعت بينكم. ما عليك فعله هو القيام بشيء ما أو الحديث عن أمر كان يجمع بينكما معا، ويصنف في إطار الذكريات المرحة التي تثير فيه مشاعر الحنين. على الأغلب هذا هو السبيل الوحيد لإعادة تذكير الجوزاء بكل الأوقات السعيدة التي كانت تجمعكما معا، وبهذه الطريقة تجعله يشتاق إلى الأوقات التي كنتما فيها معا. وباختصار شديد، فإنه لاستعادة حب الجوزاء عليك بتذكيره كم كنتما تمرحان معا، وأن تذكره بكل الأوقات الجميلة والسعيدة. ومن الأمور التي قد تنجح أيضا هي أن ترسل له خطاب اعتذار، وأن تذكره بأيامكما سويا وبعهدكما السابق. وحاول أيضا إثارة جو من المرح واستمالته ببعض النكات التي قد تقضي على توتر العلاقة وتنهي حالة الاحتقان بينكما. وبشكل عام، فإن التواصل هو أكثر ما يهم برج الجوزاء في التعامل مع الشريك، وهو يحب أن يبقى دائما ملم بكل ما تقوم به أثناء يومك، والانقطاع عنه يعني انقطاع العلاقة بالنسبة له، والتواصل بالنسبة إليه
يأخذ مجرى الرومانسية والاحترام، إضافة إلى أنه يحب أن تتشارك في الأسرار أيضا. أما عن برج السرطان، فالمقاربة مع السرطان يجب أن تكون هادئة وتعتمد على الأصدقاء والعائلة، لذلك ما عليك فعله هو اللجوء إلى أفراد عائلته وإلى أصدقائه من أجل الحصول على النصيحة المثالية لاستعادة حبه وقلبه. قم بالطلب منهم بنقل رسالة إليه، وهي أنك تشعر بالندم لإفساد الأمور. السرطان متعلق جدا بالعائلة والأصدقاء، وعلى الأرجح حين تصل الرسالة من خلالهم فهو سيلين، خصوصا إن كانت الرسالة تتضمن تعبيرا عن حجم الشوق الذي تشعر به. كما أن المقاربة هذه توضح لك الصورة، لأنهم سيقومون بإبلاغك بوضع الحال وما إن كان بالفعل يشتاق إليك أو أنه غاضب، وبالتالي تقرر الخطوات التالية وفق تلك المعلومات. ولكن عليك أن تعلم أن استعادة الود مع مولود السرطان تحتاج إلى الصبر واللين والحيلة، وبما أن مشاعره تتأثر بسهولة، وبما أنه لا ينسى الإساءة سريعا، لا تحاول التخفيف من وقع إساءته، ولكن حاول إقناعه أنك لم تقصد الإساءة. وكما قلنا سابقا، الأفضل أن يكون ذلك عبر وسيط من العائلة. إن استمر في عناده فعليك تحويل التركيز إلى مستقبلكما سويا الذي سيتأثر بتباعدكما. وفي النهاية أعلم أن مولود السرطان يحب أن تحتمي به وأن يحتمي بك، فهذا الجو من الأمان يساعد حبكما على التبلور، كما أن الإخلاص والأمان والوفاء هما بالنسبة له أهم أسس العلاقة العاطفية. برج الأسد، المقاربة مع الأسد يجب أن تعتمد على تغذية الغرور الخاص به، لذلك عليك أن تقوم بإبلاغه شخصيا بأنه شخص رائع، وبأنك خسرت شخصا رائعا، وبأنك بحالة يرسى لها من دونه. هذه هي المقاربة الوحيدة مع الأسد، وهي بإشباع غروره بكل الطرق الممكنة، ولا بأس حتى بالمبالغة، لأن الأسد لا يكترث للمبالغة طالما يحصل على ما يريده. إذن الحل سهل نوعا ما، ما عليك فعله هو مدح شكله وذكائه وكل جزئية فيه، ثم أن تعبر عن الشوق الكبير الذي تشعر به اتجاهه. إن كلمات الإطراء هي الأشد وقعا على أذني مواليد الأسد. أحطه بالاهتمام وقدم له الهدايا المحببة إلى نفسه، وأشعره دائما برغبتك في أن يدوم ارتباطكما وصعوبة تواصلك مع غيره. امنح مظهرك مزيدا من الاهتمام والفت نظره قدر استطاعتك كي يعاود اهتمامه السابق بك. واعلم أن الأسد يحب أن يشعر بأنك حر ومقتنع بما تفعله، فلا يكفي التصرف بلطف إذا لم يكن نابعا من القلب. واعلم أنه يحب المرح، فهو يزيد الألفة إلى العلاقة. كما عليك أن تعطي أولوية كبيرة للرومانسية والحميمية لاجتذابه. برج العذراء، المقاربة مع العذراء تتطلب الوقت والصبر والقدرة على التحكم بالمشاعر، لأنه ما عليك القيام به هو مصادقته. نعم، ندرك بأن الوضع قد يكون لا يحتمل، ولكنه هذا هو المسار الطبيعي إلى قلب العذراء، فهو يحتاج إلى الشعور بأن الآخر صديقه قبل أن يفكر به من ناحية عاطفية. كما أن هذه المقاربة تجعله يثق بك مجددا وبشكل تدريجي، وهذه المقاربة هامة، لأن العذراء حريص جدا على قلبه ومشاعره، وسيأخذ وقته كاملا
قبل أن يقرر بأنه يريد استئناف العلاقة من جديد. استخدم لغة رقيقة وابتعد عن الكلام القاسي وأشعره برغبة صادقة في عودة العلاقة إلى طبيعتها بينكما. لا تلعب على وتر الرومانسية وابتعد عن التركيز على المشاعر أثناء نقاش المشكلة وحاول علاج الأمور بالمنطق والتفاهم. مولود العذراء يحب في الشريك اللطف في التعامل، ويحب أيضا أن يظهر له الشريك الحب في كل الأوقات، كما أن تعاطف شريكه مع الضعفاء والمحتاجين يساعده لأنه يحب الأعمال الخيرية والإنسانية. برج الميزان. لاستعادة حب الميزان عليك الحرص على إمضاء أكبر وقت ممكن معه. الميزان حين يشعر بأنك ستكون إلى جانبه طوال الوقت وبأنك مستعد لمساندته رغم انتهاء العلاقة، فهو سيشعر مجددا بالحب. حين انتهت العلاقة كان وحيدا، وبالتالي وجودك في حياته مجددا سيجعله يشعر بأنك تستحق فرصة ثانية. الأمر قد يبدو مربكا، ولكن هذه الحال مع الميزان. إن تكون بجانبه هو السبيل إلى قلبه مجددا، ولا تنسى بعد ذلك أن تبدي اهتماما به وبنشاطاته المختلفة، وحاول علاج الأزمة من خلال حوار جدي. لا تتوانى في تقديم الاعتذار والاعتراف بالإساءة، وتعامل معه باللين والرفق وأشعره بجديتك في محاولة التغيير. وفي النهاية فإن السلام والتناغم نادرا في هذه الأيام، ولكن مولود الميزان يبحث عنهما بشكل دائم. إذا أمن الشريك هاتان السمتان لك سيكون في قمة الامتنان والسعادة، فهو يقدر كل مبادراتك ويسامح على الأمور الثانوية العابرة التي لا تحمل الكثير من الأذى. برج العقرب. أفضل طريقة لاستعادة حب العقرب هو بجعل استعادتك تتحول إلى تحدي، سواء أعجبك الأمر أم لم يعجبك. فبرج العقرب من الأبراج التي تستمتع بالملاحقة، حاله حال الحمل، ولكن هو أيضا يعشق التحديات، وأي تحدي يتمكن من الخروج منه منتصرا يعني أنه حقق الغاية، رغم أن الغاية قد لا تكون ما يريدها منذ البداية، ولكن وعند تحولها إلى تحدي سيصبح لا يريد سواها. لذلك ما عليك فعله هو لعب أوراقك بشكل صحيح وعدم محاولة التفوق عليه في اللعبة. قم بمباراته واجعله يفوز، لأن الجائزة هي أنت، وأشعره بالود والإخلاص وبجديتك في محاولة إنهاء الخلاف بالفعل، فهو لا يأبه بالقول مهما كانت عزوبته. وإذا كان سبب الخلاف عادة سيئة فاقلع عنها، وإذا كان طرفا ثالثا فأنهي علاقتك به على الفور. عندها سيعرف بأنك على قدر كافي من الجدية في محاولتك إعادة العلاقة، واعلم بأنه من دون الصدق سيشعر برج العقرب بأنه مهمش وحيد ومخدوع، فهو يحب الشريك الذي يكتم أسراره من دون أن يخبر أحدا بها. وأن أقرب طريق إلى برج العقرب الصدق والحميمية. برج القوس. المقاربة مع برج القوس تتطلب الصبر، لأنه عليك منح حريته، ولكن في الوقت عينه التواصل لدرجة معينة تجعله يفكر بك. فبرج القوس أصلا من الأبراج التي تحب أن تحصر خيارتها بشريك واحد وعليه، فهو حين يحصل على حريته ورغم أنه قد يكون يعاني ولكنه سيكون سعيدا لأنه استعادها. قم بمنحه كل الحرية التي يحتاج إليها، ولكن في الوقت عينه
يجب أن يكون هناك التذكير الدائم بوجودك وبذكاء بالغ. فالخدعة هنا هي بالتأكيد له بأنك موجود من أجله حين يحتاج إليك، ولكن في نفس الوقت حافظ على مسافة معينة معه. عليك بالهدوء ومحاولة إنهاء الخلاف بالليل والرفق. ومن الأفضل أيضا أن تستعين بهدية محببة إلى نفسه، أو أن يكون هنالك وسيط مثل صديق مشترك ليحاول تقريب وجهات النظر. ومن الهام أن تعرف بأنه عليك أن تكون كريم بلا حدود لتكسب قلب القوس، فهو يحب أن يأخذ ويعطي على حد سواء. والحياة الحميمية أيضا عليها أن تكون حامية ومتجددة، فهذا أيضا يمنحه السعادة والرضا مع الشريك. برج الجدي. أفضل طريقة لاستعادة مولود برج الجدي هو بإقناعه بوضع لائحة بالحسنات والسلبيات، والحرص على أن تكون لائحة الحسنات أكثر بأشواط من لائحة السلبيات. فبرج الجدي برج عملي، وهو يحتاج إلى أن يكون المنطق هو السبب لاتخاذه هذا القرار أو ذاك. لذلك وكي يقوم بالقبول بالعودة إليك، عليه أن يجد المبررات المنطقية التي تقنعه بذلك. لذا عليك بالصدق والصراحة، فمولود برج الجدي يشم رائحة الكذب على بعد ميل. وبما أن عدم الوفاء بالوعود هو أكثر ما يزعجه، فلا حاجة لك في التصريح بوعود ليس بمقدورك الوفاء بها. تحدث معه بقلب مفتوح، وحاول تقريب وجهات النظر كي تبدأ صفحة جديدة في حياتكما سويا. وكن على علم بأن الاحترام والأخلاقيات في العمل والحيوية هم أكثر ما يدع القلب يدق في الحب، فهو يعمل من أجل الالتزام في العلاقة العاطفية دون أي مشاكل. وهو لا يحب الكثير من المجاملات لأنها بالنسبة إليه شيء مبالغ به. برج الدلو. لاستعادة حب برج الدلو عليك بإعادة التواصل معه حول أمر ما حدث في الماضي وكان له أهمية كبيرة لكما معا. فهذا البرج حين يكون الروابط مع الآخر فهو لا ينساها حتى ولو انتهت العلاقة. لذلك كل ما عليك فعله هو تذكيره بهذه الروابط مجددا، وعليه فهو سيشعر بالحنين وسيسود استعادته. ولا تنسى أنه حين يبدأ بالحنين يجب أن تقوم بنشاط ما يخلق ذكريات جميلة وعميقة وخاصة بكما، وحينها ستجده يعود إليك وستستطيع أن تناقش معه أسباب المشكلة بهدوء أثناء احتساء فنجان من القهوة أو السير في إحدى الحدائق. وعندها تذكر أسباب الخلاف وتبادل اقتراحات حول سبل حل المشكلات التي فرقت بينكما. ومن المهم ألا تخفي عنه سرا، وإلا سيظل الخلاف على حال. وكن على علم بأن الحماس وحب التجربة أكثر ما يسيطر على برج الدلو، بالإضافة إلى الإنصاف والإنفتاح، وأنه في حال تجاهل الشريك هذه الأشياء لن يكون مسرورا وسعيدا، لأن هذا البرج يتفهم الشريك حتى لو لم يوافقه في كل آرائه. وأخيرا كيف تعيد حبيب من برج الحوت؟ أفضل طريقة لاستعادة حب الحوت هي بالصراحة المطلقة. عليك أن تقوم بإبلاغه بكل صغيرة وكبيرة وبكل المشاعر التي تختبرها مهما كان نوعها وبكل شيء تفكر به، لأن برج الحوت وحين يشعر بأنك منفتح على مشاركة كل شيء معه وبأنك صادق تماما، فهو لن يتردد قبل إعادة فتح الباب أمام العلاقة. لذا
استعطفه واستمله بلمسات عاطفية. فالرومانسية من أبرز سمات شخصيته، وعليك أن تعلم بأنه شديد الحساسية وأنه سريع الانفعال. وعبر دائما له عن حبك ولا تنتظر المناسبات، واعلم أن الحوت هو ملك الإحساس بين كافة الأبراج في كل الجوانب الحياتية، وأنه إذا استمر الشريك في جرح مشاعره تنتهي العلاقة على الفور. فالحوت يريد شخص حساس ومنفتح ليعبر عن مشاعره له بصراحة دائما، كما أنه يحب من يقف إلى جانبه ويسانده، لأنه في المقابل سيفعل نفس الشيء إذا احتاجه. شكرا للمشاهدة، لا تنسوا الاشتراك في القناة، لا تنسوا تفعيل الجرس حتى يصلكم إشعار بالفيديو الجديد، لايك وكومنت وشير لمواقع التواصل الاجتماعي حتى يستفاد الجميع. تعليقك على الفيديو يساعدنا على الاستمرار في نشر المزيد.